فأنا كيف هنا أقدر أقيم الشخص وأقدر بالفعل يكون تقييمه هذا صحيح؟ ممتاز. هنا وقتها طبعاً على حسب سياسة الشركة الداخلية، ممتاز، إذا كان عندهم العمل عن بعد أو المواضيع هذه بشكل عام، الفلكسبيليتي اللي صار بعد كورونا، نقدر نقيسه بإنجاز الأعمال. طبعاً نرجع ونقول إذا كان تابع سياسة الشركة، سياسة الشركة قاعدة تقول أنا ماني مهتمة في الالتزام، مهتمة في إنجاز الأعمال. إنجاز الأعمال أنا أحب أنصح كثير من المقيمين أو مدراء مباشرين، عندنا برمجيات كثيرة لإنجاز المهام اللي هي التاسك مانجمنت، عن طريقها نقدر نقيس حتى لو الموظف ما جاني أو ما حضر أو أنا ما أتابع حضوره وانصرافه، أوريدي حيكون عندي داشبورد كامل حأقدر أراجع الموظف أنجز أعماله في الوقت المناسب أو في غيره، ويكون هذا فورم لي مرجعي أستفيد منه في تقييم الموظف نهاية السنة. نعم. طيب لو نبغى نعرف كيف نقدر نقيم الموظفين بشكل فعال، إيش هي الأساسيات اللي إحنا بنعتمد عليها؟ ممتاز. أول شيء إذا نبغى نقيم الموظفين بشكل فعال، وهذا رقم واحد، نبعد عن الأحكام الشخصية والعلاقات الشخصية اللي بيننا وبين الموظفين. يعني أنا كشخص أو كموظف في إدارة معينة معنية في التقييم، وعندي شخص سواء أنا على معرفة فيه أو تعرفت فيه في العمل صار بيني معرفة بيني وبينه، لازم نفرق بين العمل والعلاقات الشخصية، هذا أهم حاجة تكون عندنا. ممتاز. أيضا مؤشرات الأداء هي أكثر حاجة حتسهل علينا طريقة التقييم. ممتاز. الآن في فكر جديد لمؤشرات الأداء صاروا يستعملون اللي هي الأوبجكتيف كي ريزولتس، اللي هي الأوكيارز. الأوكيارز هذه ميزتها أنها أنت قاعد توضح للموظف إيش الأهداف الرئيسية والنتائج، أنت تعلمه لما تسوي كذا في نقطة A حتحصل كذا في نقطة Z. ممتاز. فأنت عن طريقها تقدر توضح الموظف ويكون الموظف عنده فاعلية وقبول كبير، لدرجة أنه أغلب الشركات صارت تستغني شوي عن موضوع الـ KPIs وتركز على الـ OKRs. طبعاً معالي وزير الاتصالات المهندس عبد الله السواحة ما قصر، صحيح، شرحها بشكل كبير، اللي حاب يطلع موجود الفيديو على منصات يقدر يطلع ويعرف إيش الفرق اللي موجود بين الـ KPIs والـ OKRs.